منتخب الناشئين، آخر سعادة سكنت قلوب اليمنيين، وآخر أنشودة وغنوة ورقصة مارسها كل اليمنيين بالفطرة والعفوية ومشاعر البهجة وأحاسيس اللحظة. بثقة من لا يخشى شيئاً، دخل أسود سبأ مباراة الكأس وعينهم لا ترى شيئاً غيره، ومشوارهم في البطولة يؤكد ذلك. اللحظة مواتية للإنجاز بالنسبة لفضل ونونو، أما رفاق عادل عباس فيريدون لأقدامهم أن تسلك ضرباً سلكوه في مرة سابقة وعرفوا تشعباته جيداً، وإن كان بضربة أخرى في فريق اعتاد ضرباتهم بدوره. عبد الرحمن يضع اليمع في أمان ويضع هدف الاطمئنان، يا عين عليك يا سيدي، أمرك يا سيدي هنا بفرحة الأمهات وبفرحة. الخروج وصيفاً خياراً لا يحبذه المنتخب الذي بات المصدر الأخير لسعادة شعب ما عاد يملك من الرفاهيات سوى فريق ألف معنى الفوز وأدمنه، وإذن لا سبيل إلا للنصر. عباس أثبت مجددا أن أقدامه تجيد حياكة الفرص في المستطيل الأخضر والعزف على أوجاع المنافس، لمسة ساحرة وضع بها عبد الرحمن الخضر في مواجهة نبوءته صاحب الهدف الذي كان بإمكانه حسم اللقاء مبكرا ولم يفعل. حارس المرمى موسى العيد في أبرز تألق بقى من أبرز لاعب حتى الآن. موسى العيد لم تملك صلابته سوى تأجيل احتفالات أسود سبأ لا إلغائها، وهو جدير بالتقدير. أما وضاح أنور فحين احتاج زملائه لمن يحرس أحلامهم نصب نفسه حاميا لأحلام اليمنيين أجمع، فكان جديرا بما هو أكبر، كأس غالية ومكانة عالية في قلب البلاد وذاكرتها، البلاد التي نسج خيوط صباحها ورفاقه بعد أن ألفت الظلام والحزن والأرق. وهدف التعادل للمنتخب السعودي يأتي في هذه اللحظات عن طريق مشعل الدولي. وكل جميل في السعيدة قد ذهب، ويبقى لنا آمال شعب ومنتخب. كم هي موجعة هذه العبارة، لكن منتخب الناشئين كتب على نفسه مهمة تحقيق السعادة والفرح. هي فرحة استحقها كل يمني، إذن كبرت فأخرجها أمام العالم كله في كل المحافظات اليمنية وخارج اليمن، في السعودية ومصر، بل في كل بقاع الأرض دون اعتبار لأي شيء قد يسلبه إياها. وحين لم تتسع الأرض لمشاعرهم زينوا السماء بها كما فعلوا أول مرة. يا رب.
نتمنى أن يستمر هذا الإنجاز والتقدم الكبير للكرة اليمنية بقيادة ناشئيننا. وهذا عادل عباس يفرح الناس. عادل عباس يفرح الناس. المباراة كانت حلوة جدا، وكنا نتمنى من المنتخب اليمني أنه كان يحسم المباراة ببداية الشوط الأول، لكن الحمد لله. نشكر المنتخب الوطني بالدم نبتيك يا من استطاعوا في هذه الانتصار أن يصنعون الفرحة من الشرق إلى الغرب شمالا وجنوبا من أجل أن يكون انتصار له رونق وله طعم خاص بانتصار ثاني لبطولة غرب آسيا. وأيضا تحية لأبناء تحية أيضا لجمهورية مصر العربية، كوننا هنا ضيوف أجلاء، نشكر جمهورية مصر قيادة وشعبا. ننتقل الكلمات لنعبر عن فرحتنا وعن فرحة الشعب اليمني بهذا الانتصار العظيم، فلله الحمد والشكر على هذا الانتصار، وكل اليمانيين هنا في جمهورية مصر العربية مبتهجين ومفرحين بهذا النصر. نشكر منتخب الناشئين لكرة القدم وعلى الفوز بالبطولة. سعادة اليمنيين في جمهورية مصر العربية لا تسع السماوات والأرض بما ردوا لنا الأمل هذا المنتخب، حفظهم الله وإن شاء الله من توفيق إلى توفيق. وما لبثت الفرحة حتى تضاءل وهجها بسبب طلقات الأسلحة النارية التي صعدت إلى السماء وعادت لتستقر على رؤوس البعض لتحول فرحة الفوز إلى حزن كان الجميع في غنى عنه.